عايز اروح لتليفون مهم مع ناقدنا الرياضي والصحفي الكبير الاستاذ محمد مراد. تحياتي ليك يا استاذ محمد. حبيبي يا كابتن اسامه، وبرحب بيك وبرحب بالكابتن خالد وبارك لك على اهلا وسهلا. طبعا استاذ اهلا بيك يا استاذ محمد. في اجتماع مهم دلوقتي لاتحاد الكره، في قرارات هتطلع بعد قليل، ممكن تقول لنا وتحطنا في الصوره ابرز القرارات اللي ممكن تظهر دلوقتي او تطلع دلوقتي من الاتحاد المصري لكره القدم؟ يعني هو الاجتماع خلص من قليل يا كابتن سمر، في ابرز القرارات طبعا او حضرتك اكيد عرفتها، توجيه شكر الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، تجديد الثقه في الكابتن عصام عبد الفتاح لرئاسه لجنه الحكام، اقاله الكابتن وجيه احمد او توجيه شكر للكابتن وجيه احمد وعزك حجاج من لجنه الحكام، كاستاذ جمال علامه ورئيس اتحاد الكوره مشرف على المنتخب الاول وهيتولى رئاسه المنتخب ان شاء الله في ماتش المجال يوم 29. اتحاد الكوره النهارده تقدم بطلب رسمي للاتحاد الافريقي عشان يعدل مواعيد ماتشات مباراتي مصر والسنغال، زي ما حضرتك عارف طبعا الماتشين هيبقوا يوم 25 28 ودول ازمه كبيره جدا يا كابتن اسامه، ان انت تلعب ماتش يوم 25 هنا في القاهره وبعدين تسافر في اليوم الثاني مباشره للرحله، يعني تستغرق 7 أو 8 ساعات للسنغال، هيبقى ازمه وازمه كبيره جدا وهيبقى يعني رحله ارهاق كبيره على لعيبه المنتخب. برضو من القرارات اللي شايفها مهمه القسم الثاني ان شاء الله في موسم 2023 هيبقى من دوري واحد يا كابتن اسامه وبدل 3 مجموعات، فشايف ان ده قرار حقيقي من القرارات اللي بتطرح الكره المصريه ان يبقى عندك دوري من القسم الثاني من مجموعه واحده، تعرف هيبقى دوري قوي، هيبقى فيه فرق قويه هتعرف تسوقه وضعيا، تعرف يبقى ليه رعاه للبطوله دي، هيبقى في يعني تطوير ودعم للقسم الثاني، واعتقد حضرتك والكابتن خالد جل يعني طبعا اتكلموا في الموضوع ده، موضوع مهم جدا. الكابتن مجدي الشيخ رئيس لجنه المسابقات القسم الثاني، الكابتن خالد كامل كان رئيس لجنه القسم الثاني بقى مدير لاداره المسابقات، تأجيل مصير مسابقة كأس مسابقتي كأس مصر يا كابتن أسامة، زي ما أنت عارف إحنا عندنا للأسف عندنا مسابقتين كأس مصر يعني ما اتلعبوش لغاية دلوقتي، فلغاية دلوقتي يعني المفروض كان في اتجاه لإلغاء إحدى البطولتين وتحديدا البطولة الموسم اللي فات، تم تأجيل حسم القرار لحين عقد اجتماع مسؤول اتحاد الكورة ومع شركة الراية ومع الحاج عامر حسين هيشوفوا جدول إلغاء أي مسابقتين. تخليف الكابتن حازم امام محمد بركات ان يبقى في كره موحده لمسابقات الدوري وكاس مصر الفتره الجايه. الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي هيبقى متحدث رسمي للمجلس. دي ابرز القرارات، لكن طبعا ابرز القرارات اللي حضرتك كلمتها في الاول خالص يعني توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب والجهاز الفني للمنتخب الاولمبي. طب بعد توجيه الشكر استاذ محمد للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني، مين الاسماء المطروحه اللي ممكن تيجي بعد كده؟ هو ان شاء الله يعني بعد 2 أو 3 كده كابتن اسامه هيتم تعيين جهاز فني جديد للمنتخب الاولمبي، يعني مصري ولا اجنبي؟ لا لا مصري، وابرز الاسماء اللي بتتردد لغايه دلوقتي الكابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه الحقيقه اللي ماشي بيؤدي نتائج كويسه مع سموحه الفتره دي، وبعديه الكابتن علي ماهر، لكن الابرز والاقوى ان هو الفتره الجايه يبقى الكابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه هو المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي ان شاء الله. ان شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي. دي كانت أبرز القرارات اللي خلاص اتحاد الكرة تعلن بعد قليل.